تواصل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات الحملات التفتيشية لضمان التطبيق السليم للقيمة المضافة بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية والإجرائية على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيس. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد يوسف مطر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والتخطيط بالجهاز الوطني للإيرادات. مساء الخير سيد يوسف، أهلا بك في نشرة الثالثة ونشكرك على قبول الدعوة. ما هو دور الجهاز الوطني للإيرادات في الرقابة على التطبيق السليم للقيمة المضافة؟ مساء عليكم بالخير على المشاهد الكريم. طبعا مثل ما تفضل، طبعا دور الجهاز الوطني للإيرادات يختص بإدارة وتحصيل ورقابة القيمة المضافة وجميع الغرامات الإدارية المرتبطة بها، وذلك طبعا خلال تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين. طبعا احنا عندنا يعني شيئين أساسيين اللي احنا نمارسهم في دور الرقابة، هي عملية التفتيش وعملية التدقيق. طبعا التدقيق يتم على جميع السجلات والدفاتر والوثائق وجميع المستندات المتعلقة بالقيمة المضافة لدى الخاضعين. كذلك يعني عندنا إمكانية الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات الموجودة لدى أي طرف آخر يتعامل معها الخاضع. وشيء جدا مهم أن نذكره أن الجهاز طبعا كان حريص جدا من بداية التطبيق إلى الآن على مسألة نشر الوعي بآلية التطبيق وحماية لحقوق المستهلكين والخاضعين للقيمة المضافة. فقام الجهاز بعدة ورش عمل ووفر جميع الأدلة الإرشادية والأدلة عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل بالجهاز. هاي جانب جدا مهم، هو الجانب التوعوي. نعم سيد يوسف، كيف يتم التعامل مع المخالفين للوائح والقوانين في تطبيق القيمة المضافة؟ طبعا يعني احنا الموضوع الآخر اللي ذكرته هو موضوع التفتيش. طبعا من خلال عملية التفتيش، من خلال عملية التدقيق، طبعا الجهاز لا يتوانى عن اتخاذ اجراءات قانونيه حيال ما يتم رصده من المخالفات. طبعا عندنا غرامات اداريه بناء على القانون تصل عقوبتها الى 10,000 دينار. وعندنا الحالات التي تعد، طبعا هما نوعين، حالات تفرض عليه غرامات اداريه، والنوع الاخر هي الحالات التي تعد من حالات التهرب الضريبي والتي ممكن تصل عقوبتها الى السجن لمده 5 سنوات والغرامه تعادل 3 أمثال القيمه المضافه المتهرب عنها. وقد يستوجب في بعض الحالات قلق المحلات تحفظيا وإحالة من يثبت ارتكابهم إلى الجهات المختصة. طبعا خلال يمكن 6 أيام السابقة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، قمنا بتفتيش عدد 667 محل ومنشأة تجارية في مختلف المناطق، وتم من خلالها رصد 514 مخالفة والتي استوجبت غلق 21 محل تحفظيا. يعني ومن هاي المنبر ودي انه يعني اذكر شيء جدا مهم، ان احنا ندعو جميع المنشآت الى الالتزام بتطبيق اليات المرحله الانتقاليه للقيمه المضافه، كما ندعو المستهلكين وكافه المواطنين والمقيمين الى تقديم الشكاوي عند ملاحظه اي نوع من المخالفات او تجاوزات لقانون القيمه او تطبيق القيمه المضافه بنسبتها الاساسيه، وذلك عبر القنوات المرصوده عندنا لدى الجهاز الرسميه. نعم سيد يوسف مطر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والتخطيط بالجهاز الوطني للإيرادات، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.